السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي إخواني، أتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحة جيدة. جو إحياكم عطلة سعيدة بالنسبة للإخوة اللي هم عطلة، وحالي أنا الحمد لله اللي ماشي عطلة. الله يعاونكم بالنسبة للخدمة ديالكم. هاد العطلة هذه بالنسبة لي أنا كفرصة باش أنني كنقاد شوية ديال الباش، على أساس أننا كتكون الموسم سالة، والحمد لله الموسم عندنا سالة منذ مدة. الفريقات راه كاملين دابا مفروقين، انا غادي نوريكم، ولكن هذه الفتره هذه كيكون شويه ديال الوقت، اذا كنحاول نوصلوا اللي غنغسلوا ونجمعوا اللي غنجمعوا، نجمعوا الاكسسوار، نجمعوا حتى هو نوجدوا للمستقبل، لان الوقت بغيت يدوز، يجي وقت المباريات ثاني كتر، خصنا نكونوا مرتاحين، خصنا نكونوا مبدلين، خصنا نكونوا ديال الكونكور ثاني فيهين الى اخره. هاد الفيديو هذا غير شحال هادي ما درت فيديو، وبغيت نبارطاجي معكم هاد الفتره هادي. بحال حنا اليوم 29 شهر 7، الحمد لله الصباح هذا راه عطيت الزوان وعطيت فيتامين وكالسيوم وخلصت البابي. درت اكزولت في ثلاث اللي فات، اذا هاد الثلاث اللي غنعاود نعطي اكزولت. اكزولت لان كنكونوا خارجين من البداله، كتكون الحراره وقت الحراره كندير لنا بريفونسيون مهمه باش الا كانت شي حاجه راه تمشي. الحمد لله قمت بالغسل ديال الاقفاص هادو ديال التزاوج اللي كتعرفوا، هادو كاملين والبارح مع هادوك ليه. اذا هنا بالنسبه للاخوان اللي ممكن ما كيعرفوش لي الفاج، هذا لي الفاج ديالي انا، في طائر ديال الكلوستر، طائر ديال الرزا، طائر ديال المشتو الشمالي، وطائر ديال الفاي فانسي. هادو هما اربعه الانواع اللي كندير هاد السنه هادي. كل سنه قدرت ينقص واحد، يقدر يزيد واحد، على حساب اللقانة وعلى حساب شنو بغينا نتعلمو من هاد لي راس هاد. اذا هنا كما كتشوفوا طائر ديال الكلوستر في هاد الحائط هذا، الا هاد الصف الاخير اللي فيه طائر ديال المفتول الشمالي. انا غادي نوريكم هنا كندير طيور ثلاثة في كل قفص. هاد الاقفاص راهما مغسولين كما قلت لكم، اذا الطيور هنا راهما ثلاثة كيكونوا مرتاحين، وكيتم المراقبة ديالهم من دابا. دابا حاليا راه كاينين شي طيور اللي كانوا كيبينوا لك ان فيهم مواصفات، وكاين طيور ثانيه اللي كيبينوا لك ان ما فيهمش مواصفات، لكن ما كنزربوش، كنحاولوا ما امكن اننا نخليو الطيور، نحضيهم، نعطيهم الماكله ديالهم، الباطي ديالهم، الماء ديالهم، نتهلاو فيهم. النقاء راه ما نهضروش عليه، باش انهم كنوفر لهم جميع الظروف اللي هي الملائمه باش انهم يكبروا وديفلوباو، والنمو ديالهم يكون في احسن الظروف. لان كما كنعرفوا الطيور هذه صغار، الطيور كتكون دابا المناعه، كتكون المناعه ديالها، اذا ما يمكنش نخليوها في الوسخ مثلا، ولا ما نعطيوهاش الباطي. الا بغينا نقصوا الباطي ولا نبدلوا الباطي نديروا تدريجيا كما العاده، كما كنقول في الفيديوهات ديالي. هذه راه هي باقا هي الولد ديالها، عندي 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 واحد الانثى اخرى، هي والولاد ديالها، هادو هما اللي باقيين عندهم ولاد ديال لاطاحو من العش، ما تبقى راهما وليدات اللي هما مفطومين وكياكلوا راسهم. من غسلت القفوزه حيدت هاد الوكالات اللي كاينين هنا كانوا ديال الباطي، درت لهم وكالات لداخل حاليا باش انهم ياكلوا فيهم، كلهم عندهم وكالات لداخل. وكنقص لهم دابا تدريجيا الكميه، ما كان بحال كيما قلت دائما تدريجيا، باش اننا ما يحسوش بالتغيير تدريجيا. كيعني انك كنعطي جوج ديال المعلقات، دابا حاليا كنعطي معلقه واحده، هادو هما المعلقات اللي كنعطي، دابا كنعطي معلقه واحده لثلاثه ديال الطيور، باش انهم كيولفوا اننا غادي من بعد نقصوا نهار نهار لا، ماشي حاليا. دابا حاليا باقي كنعطيهم، لان باقا دابا وقت البداله، باقي كيدفعوا في الريش، لكن بمجرد انهم عيساليو تطيح ديال الريش غادي نبدا نقص عليهم، باش انا نعطيهم نهار نهار لا الباطي، لان ديك الساعه باش ان الطيور كنوجدوهم انهم غادي يدخلوا لواحد الفتره ديال الراحه. وما كنقولوا فتره الراحه، راه ما خاصش يكون الدهون بزاف، ما يكونش باطي بزاف، لان الا كان باطي بزاف ديك الساعه كتضر في الكبده. دابا راه باقيين عندهم الحركه، باقيين كيتحركوا، باقيين كياكلوا، باقيين كيضيعوا في الماكله، لكن باقيين مجموعين، ماشي يكونوا مجموعين، كتكون المنافسه على الاكل، اذا كيكون الامور نقدروا نمشيو نهار نهار لا، لكن من بعد راه خاصنا نقصوا. وشخصيا راه كنقص حتى كنوصل لجوج مرات في الاسبوع، ومن بعد مره في الاسبوع، باش كنبقى نعطيهم مره في الاسبوع باطي ديالهم، ولا جوج مرات في الاسبوع، على حسب العدد ديال الطيور اللي كاين في القفص وصافي.
هنا كاين المفتوح الشمالي، المفتوح الشمالي لتحت، المفتوح الشمالي شويه كبير في لاطاي، اذا كاينين هنا اقفاص اللي فيهم غير جوج ديال الطيور. انا هاد السنه ما فرختش بزاف ديال المفتوح الشمالي، كنبدا من 18 ولد هو اللي درت، لان ما بغيتش ندير العدد فيه، و 18 ولد راه كافيه، لان عزلت حاولت نخدم واحد اربعه الكوبلات مزيانين. الحمد لله عطاو 16 ولد، هذا بركه عليا انا، بالنسبه لي بركه عليا انا. هنا كما كنعرفوا كاينين الطيور اللي ما قدرش نقفص كل شيء، لان ما عنديش ليسباس كامل باش نقفص كل شيء. انا هادو الفايف فانسي الكبار، هادو الكبار فيهم الذكور والاناث، كنخلط دابا ملي كيخرج وقت التزاوج، ماشي مشكل تخلط، على اساس ان كيكون الهرمونات نزلوا ديال الذكور، ما كتكونش هذيك الطايفه اللي هي جا ما كتكونش، اذا ماشي مشكل انا ننزلوا. هادو الطيور ديال الرزا الصغار، باقي ما درتهمش اقفاص، خصني نديرو تما في اقفاص هاد الاقفاص هادو الفوقانيين. وهنا هادو الطيور بالكلوستر، كلوستر ولاد وليدات، هادو كندير 13 ولد ماكسيموم في 120. كما كنت قلت في واحد الفيديو، باش نتفاداو النزيف ونتفاداو العراك، نحاولوا ما امكننا نديروا لهم مصادر مختلفه ديال الباطي. يعني كما كتشوفوا الباطي، انا عطيتهم الباطي قبيله، عندهم اربعه ديال الوكالات ديال الباطي، على اساس انا مين كنعطي الباطي كلشي يقدر ياكل في نفس الوقت، ماشي شي كياكل شي كينتفق الزباله. انا هادو فيفانسي الاولاد، هادو الخضر، وهادو الصفر، هادشي اللي نتجت من هاد الفايفانسي هاد السنه الحمد لله. مره اخرى ماشي العدد هو الهدف، ملي كنبدا واحد لاراس ماشي هو العدد، العدد كيجي معاه ملي كتكون كدير كوبلات من بعد، وكتحدد زعما السلاله ديالك كتخدم عليها، من بعد كتقدر دير العدد. بحال في طائرة الكلوستر، طائرة الكلوستر كنظن كاين 150 ولد، اكثر من 150 ولد في الكلوستر، عكس الفريزي كما قلت راه كاينين كنظن 16 ولد، و الفاي فانسي عندي 7 و 8 هي 15. الرازا هنا هادو الكبار، انا غادي نجي الرازا، هادو الكبار، هادو الطيور الكلوستر الكبار. هنا الاناث، هادو الاناث، هادو الذكور، هادو وهادو الاناث، هادو الاناث وهادو الذكور، هادو الكبار. الكبار هنا كما كتشوفوا الفوليرات شويه كبار، العدد راه ماشي كثير بالنسبه للفوليرا، راه باقي كيبان لكم قلازات خاويين، مهما كيكونوا قلازات خاويين لان الطيور راه باقي نقدروا يقلزوا، ماشي مشكل. لكن الكبار نقدروا نديروا شويه اكثر في القفص، علاش؟ انهم ماشي بحال الصغار، ما فيهمش هذاك اللعب ديال الصغار ديال النزيف وهذا. الطيور الكبار الا عندهم حتى هما المصدر ديال الاكل ديالهم كافي، راه ما كيكونش المشكل، والمصدر ديال الشرب حتى هو كافي. اذا هذه كما كتعرفوا راه كننقلها انا في وسط بيت الطيور، هذا كتكون غير الوقت اللي عندي فيه، ملي كنكون يلا سالي تفرخ كنعزل الكبار هنا الوسط. وهنا كاين ثاني الكلوستر، هنا الكلوستر وليدات، حتى هما 13 13، دائما 13. كما كتشوفوا كاين المصدر ديال الباطي حتى هو مختلف، عندك على الاقل واحد جوج ثلاثه زعما جوج في النص ديال القفص، ولا اربعه في القفص كامل ديال الباطي، من غادي ياكلوا باش انهم ما يتناسوا ما والو. راه هنا كما قلت قبيله، راه بداو بعض الطيور بداو كيبانوا، الحمد لله كاين المستوى اللي كنقلبوا عليه راه كاين الحمد لله. هنا هذا هو كلوستر، وهنا هادو الاناث ديال الرازا كبار، هادو اللي فرقوا الاناث الكبار، وهنا هادو الذكور ديال الرازا كبار. انتما كتشوفوا البداله، راه باقي عندي البداله ما بقاش كما كانت قبل. وهادو المفتول الشمالي الكبار، وهنا الرازا الطيور الصغيره زعما الوليدات، الوليدات هنا كذلك جمع 3 3 3، كل قفص فيه 3 كما كتشوفوا. الطيور راه هي كاين اللي منتوها شويه، على اساس ان والديهم نتفوهم قبل ما يخرجوا من عندهم من العش، لكن هاد الخسره ديال البداله راه مهمه كما قلت، الباطي والراحه والدوش، باش ان الطويرات كاع داك اللي عندهم نقص في الريش وعندهم هذا كيلقاو باش يطلعوا داك الريش ديالهم. الا حيدنا عليهم الباطي وحيدنا عليهم النظافه وحيدنا عليهم العمال، داك الريش راه عمره ما غادي يطلع مزيان، وقدر الطيور كاع كتموت في هذه الفتره هذه، لان كتكون كما قلنا قبيله ناقصه مناعه، وخاصها بزاف ديال المكملات الغذائيه اللي خاصها تكون في الداس ديالها باش انها تطلع داك الريش.
اذا هنا بالنسبه لي انا ما كرهتش نكون كان كل قفص ندير فيه جوج ويكونوا مفروقين، ولكن مع العدد اللي كاين الرازه راه كنبان اكثر من 50 ولد اللي كاينه في المجموع ديال الانتاج في السنه، راه وقيله 250 ولد الحمد لله، لكن وما نقدرش نزيد اكثر لان لسه اكثر ما عنديش فين نديرهم. انتما كما كتشوفوا راه كنحاول ما امكن، ماشي راه ثلاثه في القفص ديالي كاينه بالنسبه للوليدات الصغار، الا ملي كيكونوا في الفوليره كيكونوا 13 و13 راهم مرتاحين الحمد لله، ما كاينش زعما شي مشكل ديال الزحام ولا كاين شي مشكل ديال زعما ديال الاكتظاظ في القفص. اذا هنا بالنسبه للرازه ان شاء الله من غادي نبدا نسيليكسيون لا الرازه لا الجلوسه، ملي كنبدا نسيليكسيون ديك الساعه اللي هو فيه المواصفات راه كيبقى في القفص، واللي هو ما فيهش مواصفات كيخرج. باش كنقول كيخرج كيمشي للفوليره هنا، ونقدر نهز واحد من هنا اللي كيبان فيه المواصفات كنردو في 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 القفص ديال 90 سنتيم. اذا هنا كان هذه العمليه ديال المراقبه مهمه جدا، لان الا ما راقبتيش ما يمكنش لك تعرف انت الطيور ديالك اللي غادا كتنمو في واحد الاتجاه اللي انت بغيتي كتقلب عليه. الا خليتهم كلشي مليوحين في الفوليره وما كتشوفهمش ولا هذا، يقدر تخليك حتى تقرب للمسابقه وكتلقى راسك بواحد الطيور اللي هي ماشي في مستوى وما ما عجبكش. حاليا كاين بعض الطيور اللي كنحاول ما امكنني نجمع لي بوكروم بحال الفايفانسي، جمعت لي بوكروم بوحدو الميلانين بوحدو، لان من درت لي بوكروم مع الميلانين تناتفوا شي شويه، كنحاول ما امكن انهم يكونوا مفارقين. وكذلك الجلوستر كنحاول، المهم بعض المرات كيكونوا اخوان بيناتهم كيبقاو بعد بعضياتهم الا كانوا مولفين على بعضياتهم، ولا كنعزل زعما ما امكن لي بوكروم والميلانين ولا الفون بلون. بحال هنا الرازا كندير هادو الصفر بوحدهم والبويض بوحدهم، باش كتبقى مسألة ديال غير العين وصافي. ملي كنبغيو نقارنو طائر مع طائر، من الأحسن يكون مع داك اللي معاه، بحال هادو بيسكوي ولا مهم بغان ولا هذا فيه تا واحد الجاسبي دوبل ديليسيون. المهم كتبغي غير مرة أخرى باش العين، مش ملي كتبغي تقارن الخضر تاهما، حيت لاحظتي خضر مع بيض ديما خضر غادي يبان لك صغير، اما الا خطيتي الخضر بعضياتهم بغيتي تقارن ديك الساعه غادي تقدر تقارن بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. مره اخرى بالمقارنه كتساعدك باش انك تخلي اللي عاد تخلي باش تدخل المسابقات وتخدم به، واللي ما غاديش يبقى راه غادي يخرج. هادشي اللي كاين الاخوان، ونتمنى تكون الموسم ديالكم داز بخير وعلى خير. مره اخرى الفيديو غير مبارطاجي معكم الموسم، لان بدينا في البارطاج في الاول ديال الموسم، كنت كنبارطاجي معكم مره كل جوج سيمانات ولا هذا، ومن بعد الحمد لله الموسم سالا، بغيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو هذا، وحد موفق للجميع والى اللقاء ان شاء الله. السلام عليكم.